مين يقول الراجل اللي كان بين الحياة والموت يصحى ويفوق يحب ويتجوز كمان يخلف وات كله بفضل ربنا اللي رزقني بيك يا نادرة وانت نادرة. ده قدر ربنا يا حبيبي، أنا ما عملتش حاجة. أنا كنت في شغلة وفي حالة، بس يعمل إيه القلب في اللي قسمه الباري. خدي بالك منه ولاحظي كل حاجة، حالته خطر، غالبا مش هكمل 48 ساعة. أنت دخلت قلبي من غير ما تتكلم، كنت في دنيا غير الدنيا، بس الحلو اللي جواك كان باين على وشك. أقول إيه بعد كلامك الحلو ده؟ ما نقولش حاجة. عارفة أنا لو مكان الناس اللي برا دول والله لا هعمل لك تمثال من ده. تمثالي أنا ما عايزاش من الدنيا غيرك أنت وولدي.